تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. أرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريقنا في هيئة الصحة في دبي، معانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد. ويشارك اليوم المخرج سعيد المر. ومعاكم اليوم في التقديم دكتورة هند العوضي. أذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعين، أذكركم بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ونعتبر كل المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة، وأيضا من لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إلى جانب العاملين في خط دفاعنا الأول واللي يشتغلون في المهن الحيوية، هم الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كوفيد-19. مستمعين الأعزاء، التطعيم أمان واطمئنان. وبعد أذكركم بالإجراءات الوقائية عشان إحنا بعد نحافظ على نفسنا من الإصابة ضد فيروس كورونا الكورونا كوفيد-19، إلى جانب اللقاح لازم إحنا نحرص على ترك مسافة كافية بيننا وبين الآخرين، نرتدي كماماتنا دائما وأبدا، وما ننسى نحافظ على نظافة الإيدين. خبرنا لليوم يتحدث عن الملكة إليزابيث والأمير فيليب يتلقيان اللقاح. أعلن قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث وزوجها دوق أدنبرا الأمير فيليب تلقوا تطعيمات ضد فيروس كوفيد-19، وقال مصدر ملكي أن التطعيمات أعطيت للملكة والأمير من قبل طبيب الأسرة المالكة في قلعة وينزور. وأضاف المصدر أن الملكة قررت الإفصاح عن تلقيها التطعيم لمنع المزيد من التكهنات. يعني حتى في بريطانيا الناس تتداول الإشاعات والكلام الكثير اللي ما له داعي. وطبعا الملكة عمرها 94 عام، والأمير فيليب يبلغ من العمر 99. هم من بين حوالي 1.5 مليون شخص في بريطانيا حصلوا على جرعتهم الأولى من لقاح كوفيد-19. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى اسم الجناحي، بتعطينا آخر مستجدات السوشيال ميديا. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار غير خبر الملكة؟ غير خبر الملكة نحن عندنا مجموعة من الأشياء اللي نحن نأكد عليها، خصوصا موضوع أخذ المواعيد بشكل مسبق. وايد مهم أن الكل يأخذ موعد قبل ما يروحون المركز الصحي، خصوصا كل ما يتعلق بتطعيم فايزر بيونتك. اللي يعني لكل الراغبين بحصول على تطعيم فايزر بيونتك لازم يكون الموعد عن طريق إما تطبيق هيئة الصحة بدبي خدمة موعد التطعيم، أو من خلال
الأطفال على رقم المجاني 8342 واختيار خدمة التطعيم. وايد مهم أن الأشخاص يجاوبون على الأسئلة بشكل صح، لأن يعني التهاب هو يعتبر كتقييم مبدئي أولي قبل ما أنهم يأخذون الموعد. مهم أنهم يعرفون أنهم أيضا من ضمن الفئات الأولية ويعطون المجال للفئات الأولية أنهم يأخذون التطعيم، وأيضا الفئات كلها موجودة لكبار المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة. المعلومة اللي يمكن الأشخاص ما يعرفونها أن حتى البدانة تعتبر مرض مزمن. فبعد الدكتورة هند عقب يمكن تشرحين النقطة هاي، لكن اللي عندهم البي ام اي مرتفع أكثر عن 36 يعني كتلة الجسم بيكون مهم أنهم يعتبرون نفسهم أمراض مزمنة أنهم معرضين للإصابة مضاعفات الفيروس. أيضا من ضمن الأشياء نحن يعني نتمنى للجميع اللي يأخذون التطعيم يخبرونا شو كانت تجربتهم من خلال منصات قنوات التواصل الاجتماعي اللي هي DHA_Dubai. أيضا أخذ التطعيم لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، في جرعة أولى 21 يوم، جرعة ثانية 7 أيام. فوايد مهم أن الأشخاص يلتزمون بالإجراءات الوقائية عشانهم عشان غيرهم عشان أهاليهم عشان عيالهم. فهاي من الأشياء اللي جدا مهمة، وأيضا نحن حاليا من 6 مراكز إلى 7 مراكز لتقديم خدمة التطعيم، ويتابعون نتمنى منهم يتابعون للمستجدات اللي يعني راح نحقها بشكل دوري. ودمتم بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة أسمى الجناحي، كانت معانا وعطتنا آخر المستجدات والأخبار عن كوفيد 19 واللقاح اللي هو حديث الساعة. ذكرت العديد من النقاط المهمة اللي أنا حابة أعيد عليها وشوية يعني أشرح اللي هي قالتها أسمى. أولا مستمعين الأعزاء، أنا يعني قدرت أخذ الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 الحمد لله، والحمد لله ما جتني أي أعراض جانبية باستثناء ألم بسيط مكان موضع الإبرة، وهذا شيء جدا طبيعي لأي نوع من اللقاحات مش فقط خاص لكوفيد 19. وبعد مستمعين الأعزاء وايد مهم أن أنتوا يوم تأخذون موعد اللقاح تجاوبون على الأسئلة التي مع الموعد هذا، لأن هاي الأسئلة حطيناها على أسس علمية جدا دقيقة وكانت مدروسة بدقة، ما حطيناها كذي جزافا يعني مني والدرب، لا، هاي الأسئلة جدا مهمة تحدد سواء أنت كنت تحتاج أو من ضمن الفئات اللي أنت نحرص أنك تأخذ هذا اللقاح، أو حتى كنت يمكن من ضمن الفئات المستثناة من حصولك على اللقاح، فلا تستهينون في الرد على هذه الأسئلة. وطلبت مني أسمع أشرح لكم ليش احنا اعتبرنا البدانة من ضمن أصحاب الفئات اللي احنا مستهدفينها وهم أصحاب الفئات الأمراض المزمنة، لأن البدانة مستمعين يعتبر مرض العصر، وأثبتت الدراسات أن اللي يعانون من بدانة فوق 35 البي ام اي عندهم هم أيضا معرضين للإصابة بمضاعفات مرض كوفيد 19 إذا هم لا سمح الله جاسم المرض، بتيهم المضاعفات أكثر من غيرهم. وأيضا أسمى تكلمت أنه مو يعني أنك أنت حصلت على اللقاح معناته تستهين بإجراءاتك الاحترازية والوقائية، ما زال علينا نلتزم بإجراءاتنا حتى إشعار آخر. أقصد بالإجراءات الاحترازية أن نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين، وايد مهم أن احنا نحافظ على نظافة الإيدين، والكمامات مستمعينا لازم نحرص على ارتدائها دائما وأبدا وبالطريقة الصحيحة. هذه كانت فقرة التواصل الاجتماعي مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع خدمات قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد. فاصل قصير وبنرجع لكم. صحة وسعادة. التطعيم أمان واطمئنان. بدأت دبي حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد 19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك،
ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم المستهدفين بالدرجة الأولى للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. التطعيم أمان واطمئنان. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل 6005514114 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعين، يعتبر قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد اللي يتبع هيئة الصحة في دبي من بين أهم الأقسام المميزة الزاخرة بكفاءات طبية وخبرات متنوعة، وطبعا هو مزود بأحدث التقنيات والتجهيزات الأكثر تطورا، وهذا القسم بالتحديد يشهد إقبال متزايد من قبل المتعاملين والمرضى ممن يقصدونه للعديد من المشكلات والأمراض الصحية سواء كانت متعلقة بالجهاز الهضمي أو بأمراض الكبد. وعشان نتعرف على إمكانيات هذا القسم، نوعية الخدمات اللي توفرها، يسعدني ويشرفني أن يكون معاي اليوم عبر الهاتف الدكتور محمد عبد الله، أخصائي أول جهاز هضمي وكبد. صباح الخير دكتور. صباح النور أختي. أولا شكرا على الاستضافة وكل عام وأنتم بخير ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، وأتمنى السعادة للجميع. شكرا دكتور محمد. لو تعطينا نبذة عن قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد، وشوي تعطينا فكرة عن مستوى تجهيزاته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما نتكلم عن الخدمات اللي يقدمها مستشفى قسم الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد، يجب ان نتكلم عن رؤية قسم الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد، وهو جزء لا يتجزأ طبعا من رؤية هيئة الصحة في دبي، وهو نحو مجتمع اكثر صحة وسعادة، وان نجعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية من خلال تبني نماذج الرعاية المبتكرة والمتكاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية، وذلك بالتركيز على الفرد وجعل تجربته أولوية في تقديم الرعاية من خلال شبكة منسقة للخدمات تلبي احتياجات الفرد وتضمن سلامته طبعا، وترتقي لمستوى الطموحات والتوقعات والخيارات المفضلة للأفراد وذويهم والقائمين على رعايتهم، وتضمن أيضا إشراكهم في اتخاذ القرارات بشأن الرعاية والعلاج المقدم لهم. طبعا كما يسعى قسم الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد لرفع قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وذلك من خلال استخدام الأمثل للموارد لتعزيز كافة الخدمات، إلى جانب خلق بيئة جاذبة ومحفزة للقوى العاملة الصحية الموهوبة، وذلك بهدف بناء قوى عاملة بارعة ومنجزة لتوفير رعاية مميزة تعزز من ثقة المرضى. كما حرص القسم في مستشفى راشد بتبني نهج مبتكر في تنوع التخصصات الدقيقة في تخصص أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وذلك لتحسين حياة الفرد والمجتمع وتطلع إلى تحقيق أعلى معايير التميز والاحتراف في تقديم الرعاية. طبعا نوعية الخدمات اللي يقدمها مستشفى راشد يوفرها قسم الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد. طبعا يوفر القسم الجهاز الهضمي الذي استحدث في بداية 90s القرن الماضي على أعلى مستويات الخدمات الصحية لمختلف أمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب الاستشارات الطبية في مجال الجهاز الهضمي والكبد لكافة المستشفيات والعيادات التابعة لهيئة الصحة في دبي والمستشفيات الخاصة في الإمارة والإمارات الشمالية. ويستقبل قسم الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد سنويا تقريبا أكثر من 10,000 مراجع يستفيدون من جميع الخدمات الاستشارية والخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة. كما أن القسم يجري سنويا أكثر من 8,000 عملية تنظير علوي وسفلي للجهاز الهضمي، كما يجري أكثر من 300 عملية تنظير للقنوات الصفراوية اللي نسميها ERCP سنويا، إلى جانب عمليات التنظير المعقدة التي تسمى سبايكلاس والتي هي حصرية في مستشفى راشد عن باقي مستشفيات الدولة.
كما يقوم القسم بإجراء أكثر من عملية تنظير بالموجات الصوتية إلى جانب الإمكانيات والتقنيات الطبية المتطورة في القسم مثل قياس صوت المريء وحركته وفاعليته باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة الحديثة إلى جانب كبسولة المعدة والأمعاء لدقة وتشخيص الأمراض بطريقة أسهل وأفضل. ما شاء الله دكتور، هذه خدمات يعني جدا مميزة. يعني أنا جذب انتباهي النوع الحصري اللي أنت تكلمت عنه، ممكن شوي تشرح للمستمعين شو نقصد بهذا الشيء؟ طبعا النوع الحصري اللي نسميه السباي كلاس هو نوعية معقدة في تنظير القنوات الصفراوية والوصول إلى أصغر القنوات الموجودة في القنوات الصفراوية الموجودة في الكبد. أيوة. عن طريق أجهزة مختصة يقوم بها أطباء أكفاء متخصصين في هذا النوع من عملية التنظير المعقدة. هذه بتفيد في أمراض الكبد تتوقع دكتور صح؟ هذه أمراض القنوات الصفراوية والبنكرياس بالخصوص. والبنكرياس بالخصوص. دكتور لو شوي تحدثنا عن نوعية المشكلات الصحية والأمراض اللي يستقبلها القسم عندكم. طيب طبعا قسم الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد يستقبل كثير من المشكلات الصحية متنوعة، تقريبا يضم جميع المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي والكبد وهي أمراض الكبد وزراعة الكبد، أمراض الجهاز الهضمي العامة، أمراض القنوات الصفراوية والبنكرياس وعمليات التنظير المتقدمة للقنوات الصفراوية والبنكرياس، وأيضا أمراض الأمعاء والقولون الالتهابية والتقرحية إلى جانب أمراض ضغط المريء وحركته. طبعا هذا يتم عن طريق طبعا فريق طبي متكامل ومتخصص يحتوي 16 طبيب من استشاريين واخصائيين من جميع طبعا في جميع مجالات امراض الجهاز الهضمي متخصصين الى جانب طبعا فريق طبي من التمريض والتقنيين والمنسقين. اتوقع مشاكل القولون جدا شائعه دكتور. نعم حقيقة. نعم مشاكل القولون شائعة، وعندنا احنا مركز طبعا متخصص في امراض القولون الالتهابية، لان قسم مستشفى قسم الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد في نهاية 2016 حصل على اعتماد شركة الكي ام بي جي البريطانية العالمية المتخصصة في جودة الخدمات الصحية باعتماد مركز الأمعاء والالتهابي والتقرحية مركزا عالميا للاستشفاء، فيما ضمت الشركة مستشفى راشد إلى قائمة المراكز الدولية التي تشمل بريطانيا كندا وبلجيكا وفرنسا والمعتمدة لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، حيث جاء هذا الاعتماد بعد تقييم دقيق ومتابعة وفق معايير عالمية متصلة بجودة الخدمات وكافة طبعا الطاقم الطبي والتمريض ومستوى التجهيزات. طبعا هذا إنجاز لا يستهان فيه دكتور يعني، وهذا نعم الحمد لله. نعم حقيقة يعني احنا فخورين بهذا الإنجاز وفخورين بالدور اللي يقوم فيه قسم الجهاز الهضمي ومستشفى راشد وهيئة الصحة في دبي بالنسبة لاستقطاب هذه الإنجازات الكبرى. الحمد لله، واحنا بعد نضم صوتنا لصوتك ونقول احنا فخورين فيكم بعد دكتور، والقسم ما شاء الله قسم جدا متميز بشهادة الجميع. دكتور لو شوي تحدث مستمعينا عن نوعية الخدمات اللي وفرها القسم عندكم للمراجعين. طبعا مثل ما قلنا احنا الخدمات اللي يقدمها القسم طبعا الخدمات الصحية لمختلف الأمراض الجهاز الهضمي، طبعا الاستشارات الطبية في مجال الجهاز الهضمي والكبد لكافة المستشفيات والعيادات. طبعا نحن قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد قسم ما شاء الله كبير ومتنوع ويغطي أيضا الإمارات الشمالية في الدولة. طبعا مثل ما قلنا احنا من قبل انا ما ذكرت طبعا احنا يعني تقريبا 10,000 مراجع يستفيدون من جميع الخدمات في مستشفى راشد خصوصا في يعني في جهاز الهضمي في قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد. الى طبعا الخدمات هي الخدمات التشخيصيه والعلاجيه كما ذكرت، نحن نقوم 8,000 تقريبا تنظير علوي وسفلي للجهاز الهضمي إلى جانب عمليات تنظير القنوات الصفراوية وطبعا إلى جانب كمان تنظير بالموجات فوق الصوتية واستخدام الأجهزة المتطورة في قياس ضغط المريء وعلاجه.
وعلاجها. جميل جدا دكتور. شوية لو تعطي مستمعينا نبذة عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد الشائعة وكيف هم ممكن يعني يحمون نفسهم من الإصابة بها. طبعا أمراض الجهاز الهضمي والكبد كثيرة جدا, لكن احنا نتكلم يعني الأكثر شيوعا من واقع خبرتكم دكتور. طيب احنا طبعا احنا ممكن احنا نتكلم عن مثلا اكثر امراض شيوعا الان في مرض الجهاز الهضمي والكبد. مثلا نتكلم عن مرض الكبد الدهني بعد طبعا بعد احنا يعني نستثني الكحول. فمرض الكبد الدهني طبعا هو مرض الان من اسم الكبد من اسم المرض هو تجمع الدهون بصورة كبيرة وكميات كبيرة في أسجد الكبد, وبالتالي تكون مرض الكبد الدهني. طبعا مرض الكبد الدهني طبعا مثل مرض الكبد الدهني هو مرض الآن هو أكثر أمراض الكبد انتشارا في العالم, يصيب تقريبا ربع سكان العالم. يعني بحسبة بسيطة واحد ما بين 4 أشخاص يكون مصاب بمرض الكبد الدهني. وهو طبعا الأسباب السبب دكتور الأسباب هي طبعا يعني السمنة الزائدة وعدم الحركة, وطبعا ارتفاع الكوليسترول في الدم والدهون, إلى جانب عدم ممارسة الرياضة وكمان يعني زيادة حساسية قلة حساسية الدم أو الخلايا للإنسولين وارتفاع سكر الدم. هذه كلها من المشكلات اللي تسبب في إصابة الكبد بالترسب الدهون عليه. طبعا الوقاية من هذا المرض الذي هو من يعتبر من الأمراض الشائعة الآن ممارسة الرياضة بانتظام على الأقل ساعة لمدة ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع, تجنب المأكولات يعني مثلا نقول نسميها الفاسفود أو المأكولات السريعة, وتجنب أكل الزيوت المهدرجة والدهون المهدرجة, الأكل الصحي طبعا لازم الإنسان أن يعني ينتظم بالأكل الصحي وأكل الدهون الصحية مثل المكسرات الزيوت النباتية البروتينات مثل البيض أو الأفوكادو, طبعا إلى جانب أيضا بعض أنواع الخضار والفواكه. يعني يتبنون نمط حياة صحي دكتور. طبعا النمط الصحي للحياة هو أفضل علاج لجميع الأمراض وخصوصا الأمراض الشائعة بسبب السمنة وتراكم الدهون في جسم الإنسان. دكتور محمد لو تعطي مستمعينا نصيحة أخيرة نختم فيها فقرة اليوم. طيب طبعا أتمنى أولا للجميع الصحة والعافية والسلامة. آمين. يعني أنا أنصح الأخوان جميعا بالتزام ب طبعا النمط الصحي بالنسبة للغذاء وممارسة الرياضة في جميع الأوقات, لأن هذا جزء جدا من حياة الإنسان والحياة. وطبعا إحنا الآن مع مشاكلنا الروتينية وأعمالنا ما نستطيع أن نلتزم, لكن نحاول قدر الاستطاعة أن نلتزم بهذه الأشياء اللي هي الرياضة والأكل الصحي. إلى جانب طبعا إحنا الآن نمر في جائحة كورونا, أتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة في طول الوقت, وطبعا ننصح الجميع بأخذ اللقاح ليكون طبعا أمن وأمان بعد الله سبحانه وتعالى للجميع. أكيد دكتور ناظم صوتي لصوتك, من الضروري أن ناخذ اللقاح لأن هذه تكملة للعودة لحياتنا الطبيعية. بأخذنا هذا اللقاح إحنا نسيطر على الجائحة. حقيقة هو طبعا لا ننسى الجهود المبذولة من الحكومة ومن الطاقم الطبي الموجود في الدولة إلى جانب الشركات ذات الصلة اللي تعبوا طبعا في بدايه الجائحه, واحنا دائما لازم نكون عون لهم دائما ان شاء الله. دكتور محمد الوقت معك جدا جميل ومعلوماتك جدا قيمه, شكرا على وقتك ومعلوماتك, يعطيك الف عافيه. شكرا اختي, واتمنى للجميع الصحه والسعاده ان شاء الله, والى لقاء قريب باذن الله.
كان معانا الدكتور محمد، حدثنا عن العديد من الأشياء المتعلقة بالجهاز الهضمي وأمراض الكبد. مستمعين، بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع الفوائد الغذائية للثوم والبصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا 6005514114، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. أظهرت العديد من الأبحاث والدراسات العلمية الفوائد الغذائية والصحية العديدة للثوم والبصل. وللتعرف على المزيد من التفاصيل، يسعدني أن أستضيف اليوم معي عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة عفرة بن كتة. صباح الخير أستاذة عفرة. صباح النور على مستمعينا اليوم، وإن شاء الله نقدم لهم المعلومة المفيدة لهم. لو تحدثينا شوي عن الفوائد الغذائية للثوم والبصل، شوي تعطينا معلومات غير عن اللي نعرفها أستاذة عفرة. طبعا احنا عارفين ان البصل والثوم هو جزء من نظامنا الغذائي اليومي خلال اليوم، يعني احنا يوميا ناكل ثوم وبصل في الاطباق المتنوعه اللي تتوفر، سواء كانت صباحيه على الفطور او كانت على الغداء او كانت على العشاء، فهو جزء لا يتجزأ من المنظومه الخاصه بتغذيتنا اليوميه. والبصل والثوم له قيمه كبيره، بحيث ان نقدر نقول ان قيمته الغذائيه عايضه لاحتوائه على كثير من المعادن، احتواء على الفيتامينات، وخصوصا البصل الأحمر لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وإحنا عارفين أن مضادات الأكسدة دخلت في كثير من الدراسات الخاصة بالوقاية من أمراض السرطانات، لأنها تقي الجسم من شيخوخة الخلايا اللي تؤدي إلى أنواع معينة من السرطانات، فهو غني بهذه مضادات الأكسدة كما نعرف. كما ان يعني دراسات اوجدت ان البصل والثوم يحتوي على مواد الكبريتية، وهي الكبريتية بعد تعتبر جزء من وقاية الجسم، وتدخل في النظام المناعي الخاص بالوقاية من السرطانات، وكذلك تعتبر مضاد للبكتيريا خصوصا بالجهاز الهضمي. الثوم خصوصا الثوم للجهاز الهضمي جدا مفيدة لأنها مضادة للبكتيريا. كذلك احتواء على جزء كبير من الألياف ودور الألياف في الجسم، لأنها الألياف هذه أول شيء تحسس الإنسان بالشبع، فتقل كمية السعرات الحرارية اللي هو ياخذها، بالإضافة أنها تنظم الجهاز الهضمي، نقدر نقول من ناحية التصريف الفضلات الموجودة في الجسم، وبالتالي الجسم يكون صحي أكثر، والجهاز الهضمي يكون صحي أكثر. نقدر نستبدل البصل والثوم، يعني إحنا لما نكهة في الأطباق هذه كلها، كثير من مرضى عندنا خصوصا مرضى الغسيل، مرضى الكلى أو الأمراض الأخرى مثل أمراض القلب، ننصحهم بتقليل الملح في الأكل وتقليل كذا وتقليل البهارات، منهم عندهم مشاكل هضمية نقولهم قللوا من البهارات وقللوا، فشو هو البديل لهم؟ لأن أنت تمنعينهم عن الملح وتمنعها، شو هو البديل اللي يعطيه الأكل عندهم أكثر مذاقا، بحيث أنهم يستسيغون الأكل اللي هم يأكلونه. فأفضل بديل له مثل البصل والثوم، فإحنا نروم ننكه الأكل صح، بدل الملح بالبصل والثوم بحيث يكون طعمه أفضل، ورومون يأخذون احتياجاتهم من الأطباق المتوفرة لهم. جميل جدا. وهل الثوم والبصل لهم علاقة بالوقاية من الأمراض المزمنة وخصوصا مرض السكري؟ في بعض الدراسات تقول ان البصل، طبعا البصل هو البصل والثوم من عائله يسمون العائله النرجسيه، يعني في مواد في خضروات ثانيه مثلها نفس الافكت، مثل عندنا الكرات والبصل الاخضر. أيوة. وثوم المعمر الكبير، هذه كلها نفس، يعني لما نتكلم عنهم كلهم. ففي دراسات ايوه قالت ان هاي المواد الكبريتيه كذلك تلعب دور في علاج، مش علاج، الوقايه
من شيخوخة الخلايا. ومن الخلايا اللي إحنا نقول عنها هي خلايا البنكرياس اللي تفرز الإنسولين الخاصة بتنظيم السكر في الجسم. صحيح. فهي هذه المواد اللي قلنا عنها المضادات الأكسدة تحمي من شيخوخة الخلايا، فتخلي الخلايا دائما صحية وتؤدي الدور المطلوب منها في الجسم. جميل جدا. أنت قلت إني أخر من شيخوخة الخلايا، هل أخص بعد بالبشرة وهالأشياء أستاذة ولا بس الأعضاء الداخلية؟ إذا إحنا قلنا شيخوخة الخلايا معناته أي خلية موجودة في الجسم. أوكي. سواء كانت خلية البشرة، خلية عضلية، خلية مثلا عظمية، أي خلية موجودة في الجسم. أستاذة عفرة، هل في شيء حابة تضيفينه زيادة عن المعلومات اللي قلتيها قبل ما نختم فقرتنا وياك؟ طبعا احنا نوصي مستمعينا انهم دائما يحاولوا قدر الامكان ان تكون السلطة اللي بيوفرونها مثلا مثل التبولة او مثلا الفتوش او كذا، دائما يضيفون البصل الفريش. جميل. دائما الشيء لما يكون فريش تكون قيمته الغذائية عالية فيه. اكيد. وحتى الزبادي عندنا لما تحطين في الزبادي، لما تحطين فيه مثلا نصف فصوم او ربع فصوم، بدي تحافظين على نظام الجهاز الهضمي. من حيث انه موجود في البكتيريا الموجوده في اللبن، وبالاضافه ان هاي مضادات للبكتيريا ككتوم مضاد للبكتيريا الموجوده، البكتيريا الضاره الموجوده في الامعاء، يعني يعطي الجسم اكثر فائده. فاحنا دائما نحاول قدر الامكان نستخدمه في اطباقنا بشكل متوازن، سواء ني او فريش. ني يعني فريش او مطبوخ تقصدين. استاذ عفرة، معلومات جدا قيمه، يعني اضافت الى مخزون معلوماتنا بالاشياء المفيده. شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمه، يعطيك الف عافيه. شكرا يا مستمعين. كانت معنا الأستاذة عفرة وحدثتنا عن بعض الأشياء اللي ما كنا نعرفها عن الثوم والبصل. أنا حبيت معلومة أنه يجدد الخلايا، ما أدري يعني مستمعين إذا توافقون الرأي أو لا، بس حبيت هاي المعلومة بالأخص. ومن الثوم والبصل ننتقل إلى أدوية استعادة الشباب. في أدوية مستمعين حاليا خاصة مصممة لمحاربة الشيخوخة، مطورينها عشان تستعيدون الشباب وتتخلصون من التجاعيد. يعني موضوعنا اليوم كل شيء عن تجديد الخلايا، وغير ذلك في كثير من المنتجات والشعارات لتروجها الحملات التسويقية تتحدث عن هذا الشيء، فما ندري هل هذا الشيء حقيقي أو لا. عشان يوضح لنا هذا الشيء يسعدني ويشرفني أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور تامر فريد، أخصائي أول طب المسنين في هيئة الصحة. صباح الخير دكتور. صباح النور حضرتك دكتور تامر. لو تحدثنا شوي عن المظاهر الأولى للشيخوخة، سواء كان متعلقة بالوعي أو اللياقة الصحية والبدنية. طبعا هو حضرتك ده السؤال ده من شقين، هي البداية يعني التوقيت أنت بتظهر والمكان، وهنا حضرتك سألت عن المظهر والجوهر، يعني الجلد واللياقة الصحية. البداية كانت هي غير ملحوظة، مش عارفين نحددها بالضبط، لكن علميا ونظريا بيقولوا من لحظة تكون الجنين يبتدي الجسم يبتدي يعني يبتدي علامات التقدم في السن، لكن بتبقى عند سن 30-70. لكن عمليا وواقعيا بيقيموها بطريقة إحصائية إنها بتدي بين السكان من سن 11 سنة وتبقى ملحوظة عند سن 40 سنة. ده البداية. لكن بتبقى في المظهر، احنا عارفين حضرتك في المظهر بتبقى مثلا في الجلد او الوجه بيبان فيه تجاعيد الجلد، والمهم ان هو بيبقى يابس لان البروتين بيتغير من نوع الى نوع. وبس عايزين نلاحظ بس ان حضرتك ان علامات تقدم السن بتكون مش بتقدم السن بس، الغالب بتكون بسبب تعرض المفرط للشمس. عشان كده بنلاقي حضرتك ان الاماكن المغطاة بتكون أقل ظهورا في علامات التعرض لتقدم السن، لكن الأماكن المكشوفة زي الوجه والكفين بتبقى باين فيها، إلا إذا كنا بنقدر نحميها، وهنشوف ممكن نشوف إزاي. أوكي. كمان حضرتك بيبقى بالنسبة للعلامات الأخرى بيبتدي فيها يظهر إنها بتعرض للنزيف بسهولة، بنشوف كبار السن اللي بيتعرضوا للنزيف في الإيدين بسهولة، ده نتيجة إن الدهون اللي موجودة داخل طبقة الجلد وليس مجرد تحت طبقة الجلد
داخل طبقة الجلد بتقل، ممكن الدهون اللي موجودة في الأحشاء يعني في البطن في حوالين العضلات تزيد، لكن اللي تحت الجلد بتقل، فبالتالي بتبقى المخدة أو الوسادة اللي تنطفئ في الصدمات أقل فالجروح بتزيد. هل نقدر احنا نقاوم الشيخوخة هذه دكتورة ونأثر في ظهورها المبكر؟ هل نقدر احنا؟ طبعا حضرتك طبعا حضرتك احنا لو نقدر، لو حد قال ان احنا ممكن نزود تقدم السن ونعجل بيه، فمعنى كده ان احنا نقلله. بالنسبة للجلد حضرتك هو ببساطة تقليل تعرض لأشعة الشمس او باستخدام حتى الصن سكرين. ايوه بس ده هيطرح ان المشكلة الاخرى اللي هي نقص فيتامين د، فلازم من ساعتها ان احنا ناخد فيتامين د. بالنسبة للياقة البدنية حضرتك عايزين نعرف بس ان حضرتك معظم التدهور في الأداء الجسماني ليس بسبب تقدم السن، وأظهر مثال على ذلك هو التدهور في وظائف الكلى. تدهور وظائف الكلى معروف ومحسوب انه بمعدل 10 مللي متر من الدم بتقل بتدفق في الدقيقة لكل 10 ثواني بعد سن الأربعين، يعني بعد سن الأربعين معدل الدم اللي بيدخل في الكلى ده معيار لشيخوخة الكلى بيقل بمعدل ثابت كل 10 سنين بيقل ب10 مللي. يكتشفوا ان الرقم ده ليس له دعوه بالسن ولا دعوه بنمط الحياه. الناس اللي نشيطه الكلام ده ممكن ما يحصلش خالص. الناس الاقل نشاطا ممكن يحصل بالمعدل ده، فاحنا ممكن نقلل تقدم السن والشيخوخه بالاستمرار في نفس النمط الرياضي، مش هقول ان احنا نشيل حديد. اوكي معناته نحافظ على بشرتنا. ذكرتني دكتور في صورة كنت شايفتنها في السوشيال ميديا عن سائق شاحنة، كان طريقة معروف يوميا، فكان مراوين الفرق بين الوجه النصف النصفين اليمين والشمال، النصف اللي كان يتعرض لأشعة الشمس كمية التجاعيد كانت فيها غير طبيعية مقارنة بالنصف الثاني لوجهه اللي ما كان يتعرض لأشعة الشمس. وبالفعل يبين لك الفرق اللي تسوي أشعة الشمس على بشرتنا. ده مش كده بس حضرتك، العمال بتوع اللحام اللي هو اللحام الكهربائي حضرتك الشيخوخة في الوجه بتاعتهم بتكون بحسب القناع اللي بيلبسه، يعني حضرتك انه معروف في ناس بتستخدم، يعني الناس العمال في الورش البسيطة بيستخدموا نظارات بس نظارات شمس، لدرجة لقوا ان حضرتك الأنف والوجه كله بيتقدم بالسن بشكل كبير جدا، المنطقة حوالين العين اللي هي بتحميها دي ما تتقدمش في السن. سبحان الله، يعني هذا يعطينا فكرة عن الحرارة وأشعة الشمس شو ممكن تسوي في جسم الإنسان وخصوصا وجهه. دكتور احنا وايد نشوف إعلانات عن أدوية وأعشاب تروج أن هذه راح تخفي مظاهر تقدم في السن أو ممكن حتى ترجعك في السن، يعني فأنت شو رأيك يعني في هاي الإعلانات هذه؟ ده حضرتك هو حق الأريد وهي باطل. أقول لحضرتك إزاي. إحنا عندنا مثل بيقول لو كان في الخير ما كانش رمات طير، يعني حضرتك لما أنا ألاقي على الأرض تحت شجرة ألاقي ثمار مرمية على الأرض أو تمر مرمي على الأرض، أكيد الطير جرب أو الطيور جربت تاكله ولقيته مر فرمته. فأنا حضرتك لما نقول لما يعني بقصد من كده إيه، أقول لو حضرتك لو إحنا كان في أدوية كان زمان بتقدم بتأخر الشيخوخة كان زمان عرفناها وعرفنا رؤساء الدول زي مثلا رونالد ريغان اللي مات بالزهايمر ومارجريت تاتشر اللي ماتت بالزهايمر كان استخدموها، وكنا شفنا ناس عاشت ل 160 و150، لكن إحنا بنشوفش ناس بتعيش ل 160 و150، وبنشوف ناس اللي بتعمر ما بتاخدش أدوية. الحاجات دي حضرتك بص هقول لحضرتك بالظبط زي إيه، الناس اللي بتقول مثلا خدوا أدوية في جزء بتاع الأدوية ده أظن إن معظمه خطأ، لأن حضرتك معظمهم بيروجوا الهرمونات. الهرمونات ليها دور محدود جدا. نكفي أقول لحضرتك إن مثلا إن مثلا هرمون زي الإنسولين هرمون زي الكورتيزون إحنا بنشتكي من مشاكله ليه. الهرمون الكورتيزون والإنسولين موجودين في الجسم، لكن المشكلة إعطاء الهرمون في قواعد ليه، إن الهرمونات اللي بتطلع من الجسم بتطلع بنمط، بتطلع زي مثلا الكورتيزون بيطلع في الجسم زي نبض القلب، يطلع زخات زخات زخات، لو اديته بشكل مستمر ما بيأديش التأثير بمثل الجسم بالضبط، فبالتالي استخدام الهرمونات زي ما هو شائع في الإعلانات دي خطأ، لأنه لا يكون بمثل ما يقوم به إفرازه في الجسم. ده واحد. اثنين، بالنسبة للحاجات التانية حضرتك اللي هو استخدم الأعشاب وده كويس، استخدم المنتجات دي بتقول لك إنها طبيعية حضرتك واليوجا وغيره حضرتك ده بالضبط زي ما بقول لحضرتك، واحد يجي يقول لي اشتري الراديو ده ممتاز بيلقط اي اشاره في العالم حلو، بس المشكله ان الراديو ده موصول بسياره، لازم عشان تشتري الراديو ده
تشتري السيارة وتدفع تأمين وتاخد رخصة وتجيب لها باركينج، يعني كل ده يعني ايه؟ الحاجات دي ما بتتباعش، او الاعشاب ده ما تنفعش لواحد ما بيعملش اي حاجة تانية، ما عندوش السيارة. بيديهالي ما بيقوليش ان اللي بياخدها او الناس اللي جربتها ونفعت معها كان عندها اسلوب صحي، وانها من 30 من سن السن ال 20 وسن 30 كانت بتلعب رياضه وكذا وكذا وكذا. مثال زي كده اليوجا. ناخد اليوجا، اليوجا دي حضرتك هي الصلاه الهندوسيه لوصول الروح الى الاتحاد بالخالق. عندهم حسب العقيده الهندوسيه ان الروح دايما تسعى للاتحاد بالخالق. فمن ضمن ده ان في اربع اشخاص، اربع انواع من الشخصيات، اربع انواع من الارواح، ليها اربع انواع من اليوجا. اليوجا عندهم هي اسلوب حياه حسب حسب الشخصيه بتتبع يوجا معينه لهذا. فما يجيش حد ان يقول لي انا هجرب العب الالعاب دي او اخد الماكولات دي وانسى انها اسلوب حياه عندهم. اذا كنت انت من الشخصيه الفلانيه لازم تتحد بالخالق عن طريق التامل او عن طريق التفكير او عن طريق العمل الخير وتلعب اليوجا او تعمل. فبالتالي معظم الحاجات دي لازم نعرف انها زي راديو العربيه ده وراه حاجات كتير. ما ينفعش اخد حاجه وجزء واسيب الكل. واحنا عندنا كده على فكره، احنا عندنا حتى في المسلمين في كده، في الصلاه، في الصوم. عايز اقول لحضرتك ان من اقوى العوامل تغيير السن، تغيير السن بنظهر بيها، اللي هي بتسمى اوتوفاجي. اللي اخترع فكره الاوتوفاجي اللي هو تدمير الخلايا السرطانيه والخلايا القديمه في الجسم، خد جائزه نوبل وهو تثبيت اكتاف، يعني هو ما عملش اي بحث كتير في الفكره دي وخلاص. هي فكره انترميتنت دراي فاستنج او الصيام المتقطع عن الماء والطعام. بالضبط الصيام اللي عندنا. اللي عايز يدور على الفكره دي دور على انترميتنت دراي فاستنج ويعرف. والناس اللي عارفه زي القصه دي عارفه الانترميتنت دراي فاستنج جدا شائعه الحين هذه، يعني يقولون ان هي يمكن من افضل الانظمه الغذائيه، افضل بشكل لا يمكن تجاهله ولا يمكن مقارنته باي طريقه ثانيه في النظم الغذائيه، لا كيتو دايت ولا الأطعمة، الامتناع عن الأطعمة الكربوهيدراتية، تقدر توصل لجزء منها. فإحنا عندنا حضرتك أساليب حياة لكن بنهملها أو ما نعرفش نستخدمها إزاي. دكتور تامر، الحديث عن الشباب واستعادة الشباب جدا شيق وممتع معاك، يعني حتى نفكر نسوي جزء ثاني نتحدث فيه بتفصيل أكثر عن هذه الأمور. شكرا على وقتك القيم ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك العافية. عفو حضرتك. كان معانا الدكتور تامر فريد، أخصائي أول طب المسنين. يعني اللي يحاول الدكتور يقوله أن شو ما أنت سويت من أشياء خارجية لازم جسمك يكون صحي وسليم عشان الأشياء الثانية هذه يكون لها المفعول المروج له. يعني ما يصير أنت تسوي يوغا وأنت أصلا تعاني من أمراض، أو أنت مثلا مو محافظ على نمط حياة صحية من غذاء أو رياضة. الفكرة أنك أنت تكون مغطي كل الأركان الرئيسية في حياتك عشان تكون صحي وسليم وتحافظ على شبابك وصحتك قدر المستطاع. مستمعين الأعزاء، في ختام حلقتنا نود الإشارة أن ما زال بإمكانكم حجز موعد لأخذ تطعيم كوفيد-19 المجاني عن طريق مراكز الاتصال الموحد في هيئة الصحة. تتصلون على الرقم 8342 أو بإمكانكم تستعملون تطبيق هيئة الصحة في دبي. هذا اللقاح ما متوفر في 7 مراكز صحية تابعة لإمارة دبي، ودائما احنا ننصح الفئات اللي ذكرتها في بداية الحلقة هم الأولوية رقم 1 عندنا احنا نغطيهم، ولكن اللقاح متوفر للجميع. أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل من حلقتنا اليوم. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي، كل الشكر اليوم المحظوظة أن كان عندنا مخرجين اليوم نمر محمد والأستاذ سعيد المر. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم في صحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.